اسمح لي أسألك من الآخر سيادة تحت الفريق، أمرك. إذا وقفت أمام مرشحين لرئاسة مصر، محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، من تختار؟ لظروف كلاهما ولا حد. تضع ورقة بيضاء أضع ورقة بيضاء. اللي أنا أعطيتك إياها هلأ. مظبوط مظبوط، طب ده صحيح. أقصى خوفك اليوم على مصر بكل تجرد من أي فكرة سياسية كمواطن مصري ربي بمصر اليوم، أقصى خوف على مصر بهذه اللحظة؟ لو عناد الإخوان طال هيبقى على حساب الأمن المصري وسلامة مستقبل مصر. الأمن الداخلي، يعني عم بتقول رح يصير في اشتباكات مصرية في كل حاجة الداخل؟ ممكن تصير لو العناد تمادى. والعناد بيتمادى ليه؟ الإخوان دول قلة قد كده على فكرة، ما يغركيش المنظر، ولكن للأسف إن الظروف أتاحت لهم إنهم يتسلحوا، فنزلوا النهاردة يقاوموا اللي واقفين يشجعوا القضاء ورجال القضاء بالصواريخ والبتاع. أي ظروف؟ ثورة يعني؟ هل أنت نادم على أنه قامت ثورة؟ إطلاقا إطلاقا. إيه علاقة الثورة بإن يبقى في فساد في لا، الأمن؟ بتقول الظروف سلحتهم. أي ظروف؟ ما ليه خدت الظروف على إنها الثورة؟ ما لا، هو كيف وصلوا على الظروف، السلطة؟ لا لا، الظروف التسيب في السيطرة على الأمن الداخلي، الانفلات اللي خلى حضرتك النهارده غير آمنة وانت ماشي في الشارع المصري. حضرتك مش عايز أطعن في حاجة جوه بلدي، حضرتك بتتأففي من الزبالة اللي في الشوارع في مصر، ما بتتشالش. للأسف العمل، دولاب العمل متوقف. للأسف هيدا كان ملاحظ جدا. اسمح لي أتشكرك سيادة الفريق، بتشكرك أولا على رحابة صدرك، بس كان لابد أنه أسأل جميع الأسئلة لليوم تطرح على الطاولة واللي بتزيد مناعة مصر على كل الأحوال، النقاش فيها، وضعها على الطاولة، المحاورة فيها، المواجهة فيها. وبطبيعة الحال بتمنى لمصر ولشعبك كل الأمل وكل الحياة. ونلتقى بمصر قريبا أكيد، وقريبا جدا إن شاء الله. هيدا وعد للشارع العربي والشارع المصري. لا 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 لا، قريبا جدا. لن أعيش برا مصر دقيقة أكتر من اللي تحتمه الظروف عليا. بتشكرك، كتر خيرك فهم. شكرا لكم مشاهدي.